ايه بقى حكاية الرغيف ده؟ والله احنا في البداية نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرغيف دوت عندنا في ايطاليا اسمها ناي، تبع مركز قليوب محافظة القليوبية. قرية اسمها ايه؟ ناي. دي تبع محافظة ايه؟ محافظة القليوبية. ايوه ماشي. الرغيف دوت حضرتك عندنا يعني لمؤاخذة ايه، بيتخبز للبني ادمين. ده البني ادمين ده البشر اللي بتاخد الرغيف ده. ماشي. انا حضرتك خدت الرغيف ده وزنته لقيته 25 جرام. 25 جرام. والرغيف حضرتك بقى ايه؟ يعني الرغيف دوت عندنا لمؤاخذة والدتي بتقف على الصابونة من الساعة 3 بالليل. ماشي. بتروح عشان ايه؟ عشان خاطر ايه؟ تجيب العيش. هو ده اللي بيجي لنا ناكله. ده بكام ده؟ ده عندنا بيجي لنا دي مدعم، وده الرغيف ده بيتباع بشلن. يعني الفرن بياخد دي مدعم بتاع الحكومة. أكيد طبعا. ويبيع ده بشلن. إن شاء الله. ده بيتباع بشلن. الرغيف ده، الرغيف ده اللي ما يجيش قد يعني ده خضره كده، بيتباع بشلن البني آدمين تاكله. انا يعني نفسي اعرف المسؤولين والمفتشين بتوع الحكومه فين. يعني ده ما ياكلوش الكلب ده، الكلب يعني الكلاب الضاله في الشوارع تأنف ان تاكله الرغيف ده. حضرتك بقى دول عندنا الحريم لما بقى في الكلمه بيقف عليه طوابير، الناس بتقف على عشان تشتري ده طوابير عشان خاطر يشتروا رغيف العيش ده. تمام. فاحنا عاوزين حد من المسؤولين يشوف ايه الموضوع الرغيف دوت، وايه النظام ده دي المدعم اللي بيجي مدعم للبشر ماشي، ويتباع بالسوق السوداء.